يسعد اوقاتكم شباب وصبايا، الله يعطيكم العافية. اليوم ان شاء الله راح نعمل مراجعة قبل الامتحان لقسم الاساسيات التغذية اللي مرق معنا. راح نحكي اول شيء على الكربوهيدرات ونعمل لها ريفرش. خلوا معكم ورقة وقلم، ملاحظات بتمر معنا، تفاصيل معينة لازم تسجلوها مشان تسجلوها بشكل كامل. طيب، أول شيء حكينا عنه بخصوص الكربوهيدرات، هي دورها كتير مهم بأنه نحن ليش بحاجة الكربوهيدرات؟ ليش موضوع الدايت يلي لازم يكون فيه كربوهيدرات هو خطأ كتير كبير؟ شو فائدة الكربوهيدرات بحياتنا؟ أول شيء إذا بتتذكروا حكينا حنين كمان ركزي معنا لأنه هي يمكن راحت عليك المحاضرة، بتذكر حكينا أول شيء أسهل مخزن وأفضل مخزن للأتربي بجسم أو مصدر هو الكربوهيدرات. يعني نحن بحاجة الطاقة بحياتنا اليومية، هذا الشيء كتير طبيعي بعملياتنا الحيوية، بأي شيء بنعمله بحياتنا بنحتاج الأتربي اللي هي الطاقة. طيب، منين بتيجي هاي الطاقة؟ جزء كبير من هاي الطاقة بيجي من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هلا رح نتعرف على مع بعض شو هي الكربوهيدرات من شو بتتألف. احنا سبق وحكينا واليوم رح نعمل ريفرش لمعلوماتنا. أول نقطة بالكربوهيدرات إنه الجهاز العصبي والإشارات بالجهاز العصبي بتكون كتير سريعة على المسجات اللي بالجهاز العصبي، فهي كلها بتستهلك طاقة كتير كبيرة، فمين بيأمن له إياها؟ هي الكربوهيدرات. وبنفس الوقت عضلات الجسم كتير بتحتاج طاقة، فلا نحن إذا بنعمل أي نشاط، إذا بنعمل أي سبور، فنحن بنحتاج طاقة كتير كبير بشكل كتير كبير. أسهل وأفضل مصدر للطاقة هي الكربوهيدرات. اثنين، أنا عندي ترتيب أخذناه مع بعض، مين بذكرني شو هو الترتيب لاستهلاك الطاقة بالجسم؟ أول شيء شو عندي؟ من وين بياخذ الجسم طاقته؟ من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات، ممتاز، بعدين بعدين الجلوكوز، وبعديها الدهون، الدهون، وبعدها وبعديها البروتين. البروتين. البروتين أول شيء الكربوهيدرات، برافو أحسنت، ولكن في عندي الجلايكوجين، بعدين الدهون، بعدين البروتين، تمام؟ طيب، شو هو الجلايكوجين؟ مين بذكرنا؟ مصدر للطاقة مصدر لكن للطاقة. بشكل مؤقت، تتذكروا؟ مخزن مؤقت، لما يكون عندي في فائض من الكربوهيدرات بتروح تتخزن على شكل جلايكوجين. إذا ما استهلكناها بعدين بصير عندي مراحل تانية تتشكل الدهون، تمام؟ عرفتوا الفكرة؟ طيب، إذا تاني نقطة إنه أنا عندي الكربوهيدرات لازم أدخلها بغذائي، ليش؟ عشان أمنع الجسم يستهلك البروتين الموجود عندي. ليش؟ لأنه البروتين كثير مهم، امبارح أخذنا إنه البروتين بدخل بجميع العمليات الحيوية بالجسم مثل الإنزيمات، مثل الهرمونات. مين بذكرنا وين كمان موجود البروتين؟ أغشية الخلايا، هي كلها عضلات، كلها بروتين. فأنا إذا بدي أستهلك طاقتي من البروتين، شو بنخسر الجسم؟ شو اللي بيخسره؟ بخسر طاقته العضلية، كتلة عضلية، فهو عفوا، صح؟ فأنا حفاظا على الكتلة العضلية اللي عندي لازم أعطي الجسم الكربوهيدرات مشان يستهلكها كطاقة بدل مين؟ بدل البروتين. بدل البروتين. ممتاز. فانطلاقا من هي الفكرة، أنا لازم أدخل كربوهيدرات على غذائي مشان أحمي البروتين الموجود بجسمي وما أسمح للجسم يفكك البروتين، وإنما ركز على الكربوهيدرات وبعدها على الدهون بشكل طبيعي. ثلاثة، قلنا إنه في عندي شيء اسمه بالجسم الـ RNA والـ DNA، مين بيقلنا هدول شو بيشتغلوا، شو بيعملوا، شو الفكرة اللي أخذتوها عنهم؟ أحماض نووية هذه، صح؟ صحيح، أحسنت يا يوسف، لكن شو بتقلي هاي الأحماض الأمينية شو بتعمل؟ شو بيكون دورها بالجسم؟ تتذكروا شو قلت لكم؟ إنه هي بتكون عبارة، شبهت لكم إياها بكتاب اللي تكون مكتوبة فيه المسجات بكل خلية، صح؟ هي لازم تعطيها. هو اللي مكتوب فيه كل وظيفة للخلية. بالضبط، أحسن 100%. فأنا من خلال الـ DNA والـ RNA والشيء اللي بيكون مكتوب فيه، المعلومات الوراثية بتكون مكتوب فيها، بناء عليها الجسم وخلايا الجسم وكل شيء بالجسم بتصرف، تمام؟ حسب المسجات اللي بتكون بتعطيني اياهم او المعلومات الوراثية بتعطيني اياهم الـ DNA والـ RNA.
لكن نحن قلنا انه الـ RNA والـ DNA يتكون من قسمين، مين بذكرنا؟ قسم سكري وقسم بروتيني، صح؟ القسم السكري مع القسم البروتيني لازم يرتبطوا مع بعض برابطة اسمها رابطة الانجليكوسايد، صح؟ طيب انا ما طلبتكم هون بحفظ البروتينات الموجودة في الـ RNA والـ DNA، لكن طلبتكم بحفظ نوع السكر الموجود فيهم، يعني هو ريبوز والديكسو ريبوز، تمام؟ لازم نعرف انه الـ DNA والـ RNA يدخل بتركيبة جزء سكري. من وين بيجي هذا السكري؟ من وين انا باخده؟ من وين بقدر احصل عليه؟ من الكربوهيدرات، صحيح؟ اللي انا عم باخدها بغذائي. عم تسمعوني صحيح؟ في حدا ما عم يسمعني؟ لا لا سامعينك دكتور. طيب اذا هي ثالث وظيفه للكربوهيدرات، وظيفه كثير اساسيه ومهمه جدا بالجسم. طيب رابع وظيفه انه انا اساسا عندي الكربوهيدرات مثل اي عنصر غذائي حكينا عليه قبل، بدخل بكثير اماكن بالجسم وتركيب كثير اماكن بالجسم مثل الخلايا والبروتينات السكريه، وهلا بنشوف الفاتس السكريه شو هي، كلها هي بدخل بتركيبها جزء سكري، تمام؟ هذا الجزء السكري بيجي من وين؟ من الكربوهيدرات. كربوهيدرات، ممتاز. فهي الاربع وظائف الاساسيه للكربوهيدرات بجسمي ودورها كثير مهم داخل الجسم، تمام؟ لازم تعرفون. ممكن يجوكم انه صحيح بالامتحان حطيتكم انتبهتوا منها. والرابعه هي ما انا وظيفه الكربوهيدرات، انتم لازم تكونوا عارفين شو وظيفه الكربوهيدرات الاربعه، فبتختاروا الرابعه اللي بتكون غلط، تمام؟ طيب شو هي الكربوهيدرات؟ قال هي عباره عن سكريات، نشويات، الالياف. وين موجوده؟ المصدر الاساسي تبعها كلياتنا بنعرف. لما اقول كربوهيدرات فورا بيخطر لي فواكه، حبوب، خضره. طبعا في ناس كتير تفاجأت وتخبرتوا انا من الفواكه والخضره هي كربوهيدرات، كانوا فاكرين انه هي الياف. طبعا الياف هي اساسا جزء من الكربوهيدرات، لكن ما حدا كان عنده هي الثقافه. نتعرف مع بعض، نحن عم نتعرف مع بعض انه لا، هن ايضا جزء من الكربوهيدرات. يعني انا والله كتير بسمع فكره انا منعت كربوهيدرات بغذائي، شو عملت؟ والله منعت الخبز والمعكرونه والرز. عم تاكل فواكه؟ ايه. عم تاكل خضره؟ ايه. طب كيف منعت كربوهيدرات بغذائك؟ ليكم موجودين. انتبهتوا شو الفكره؟ هي الفكره كتير شائعه بمجتمعنا، صح؟ كم عدد الأشخاص سمعتوا إنه هن مانعين الكربوهيدرات من غذائهم بهي الطريقة؟ وهي أساساً ما بيكونوا مانعين، هن فقط مو عارفين إنه الكربوهيدرات تدخل بتركيب الفواكه والحبوب والخضروات وغيرها من المنتجات، مثل منتجات الألبان حتى. تخيلوا إنه الحليب طلع فيه كربوهيدرات، الحليب طلع فيه بروتين، الحليب طلع فيه دهون. كنتوا بتعرفوا هاي المعلومة؟ مين كان بيعرفها قبل ما نحكيها مع بعض نحن؟ لا لا، معلومة جديدة، معلومة جديدة. نعم، ما هي الأجوبة. الشيء الحلو بالموضوع أنه أنتوا شباب وصبايا رح تنشوا هي الثقافة. أنا برجع بركزكم على نقطة كتير مهمة، يعني الموضوع مو بس امتحان. أنا ما عملكم هي مراجعة ريفرش، مو مجرد نحن بس ناخد علامة كاملة للامتحان. مهمني أنتوا كمان تنشوا هي الثقافة بالمجتمع. في كتير عنا جهل وقلة وعي بهاي التفاصيل عم نحكي فيها مع بعض. فهلأ دوركم مو بس ناخد الشهادة، دوركم أنتوا تنشوا الوعي بكل مكان بتكونوا موجودين فيه، بكل معلومة جديدة تعلمتوها مع بعض، تمام؟ طيب إذا شو هي الكربوهيدرات؟ تقدر أو تعتبر الكربوهيدرات إنه هي من الميكرو ولا المايكرو؟ مغذيات الميكرو ولا المايكرو؟ مين تذكروا وين صنفناها؟ المايكرو. برافو. مايكرو. مين بذكرني؟ لأنه قلنا أنه هي بتتكون من مجموعة من الذرات، صح؟ يعني حجمها كبير، ما هو صغير. أي شيء بتكون مجموعة من الذرات هو صار له حجم، فبالتالي هو مايكرو وليس ميكرو، تمام؟ طيب تصنف، عفواً، الطرق اللي أنا بحصل عليها للطاقة بالجسم ثلاث طرق كان عندي. شو هي؟ إما من الكربوهيدرات أو من الدهون أو من البروتين، صح؟ كل واحد جرام من الكربوهيدرات قديش بيعطيني كالوريز؟ 3.9 تقريبا او 4، تمام؟ 4. برافو.
الدهون الفات كل واحد تسعة. الفات تسعة، أحسنت يا حني. طيب كل واحد جرام من البروتين قد بيعطيني؟ اثنين تقريبا. أربعة تقريبا مثل الكربوهيدرات. تمام، لاحظوا أنه البروتين بيعطي نفس الكالوريز من أو مثل الكربوهيدرات. طيب مين بذكرني شو هن الميكرو شو هن المايكرو يلي أنا كنت صنفه كمغذيات أساسية بالجسم؟ المايكرو شو هن؟ المغذيات الصغيرة الحجم شو هي؟ معادن، فيتامين، صح؟ مو هذول صغار بالحجم؟ طيب الكبيرة بالحجم مين صفي عندي؟ الكرب والدهون والبروتين. ممتاز. فإذا الكربوهيدرات هي واحدة من المغذيات يعني الكبيرة تعتبر الأساسية لجسم الإنسان، تمام؟ هي اللي بياخد منها الكربوهيدرات. طيب أنا ليش بحاجتها؟ مثل ما قلنا لحتى يقدر الجسم يقوم بالوظائف الحيوية بشكل صحيح بشكل سليم، كل الوظائف الحيوية يقوم فيها بشكل سليم 100%. طيب قديش نسبة الكربوهيدرات؟ هاي مهمة كتير يا جماعة. تعرفوا نسبة الكربوهيدرات الطبيعية النورمال للشخص الطبيعي؟ انتبهوا، لأنه إذا في أشخاص رح يختصوا تغذية بكرة بيشوفوا مثلا مريض السكر نعطيه بلان أقل بكتير من هاي من الكربوهيدرات الطبيعية، لأنه هو عنده مرض السكر مثلا، مرض السكر منخفض كمية الكربوهيدرات فيه. أما الشخص الطبيعي فمسمح له من 45-65% من إجمالي السعرات اليومية يكون كربوهيدرات. لكن انتبهوا، برجع بقول وبعيد إنه الكربوهيدرات مو بس هي خبز ومعكرونة وهي التفاصيل، تمام؟ كربوهيدرات موجودة بكل نوع من أنواع غذائنا تقريبا، تمام؟ طيب آخر شيء عملونا إنه الجرام الواحد يساوي 4 كالوريز من كربوهيدرات بشكل تقريبي. أخذنا إنه الكربوهيدرات تتألف من 3 ذرات أساسية، شو هي؟ الكربون والهيدروجين والأكسجين. ممتاز. لازم نحفظ كل مغذي من المغذيات اللي عم ناخدهم أو العنصر الغذائي اللي عم ناخده، سواء كربوهيدرات أو بروتين أو دهون، شو هي الذرات الأساسية الداخلة بتركيبه، تمام؟ هذا بيجيكم أيضا سؤال امتحان كتير مهم بيهمني تعرفوا، مو تركيبة الكيميائي بالتفصيل، لكن تعرفوا أنه بدخل بتركيبة هذا النوع من الذرات. بجوز جيب لكم بدال مثلا كربون حط لكم كبريت، صح وخطأ؟ طبعا خطأ. بجوز حط لكم مثلا نيتروجين، طبعا خطأ. الذرات الأساسية بالكربوهيدرات هي كربون، هيدروجين، أكسجين، وبكرروا نفسهم. فبصير عندي صيغة، هاي الصيغة مثل مو مكتوبة CHO، لكن جنب كل واحد فيهم تشوفوا رقم صغير، هذا رقم هو عدد الذرات الموجود بالصيغة النهائية، تمام؟ طيب تذكروا صنفنا الكربوهيدرات، صنفناها إما سمبل أو كومبلكس، صح؟ هذا التصنيف يعني العام، التصنيف بالخط العريض. لكن لما بدي صنف كيميائيا، بصنف كيميائيا من ناحية التركيب الكيميائي، من ناحية سرعة الامتصاص والهضم، تمام؟ طيب أنا عم قلكم أنه الكربوهيدرات هي 4 مجموعات رئيسية، تمام؟ مين بيقلني شو سميناهم بالإنجليزي؟ مين بيذكرني؟ طلبت منكم أسماءهم بالإنجليزي إنه كتير مهمة. الأحادية شو كانت؟ المونوسكرايد. برافو عبد الرحيم. ثنائية دي سكرايد. برافو. والمتعددة أوليغا سكرايد والبولي سكرايد. أحسن، بالضبط 100%. الثلاثية أو القليلة هي ما طلبتها منكم لأنه معنا مهم كتير وغير موجودة بكثرة بحياتنا اليومية، لكن البولي والديسكرايد والمونوسكرايد هذول موجودين بحياتنا العملية وطالبتكم فيهم. ولازم تعرفوا إنه كل ما زاد التركيب أو التعقيد تبع السكر وعدد الجزيئات الداخلة فيه، كل ما بيحتاج وقت بشو؟ بالهضم والامتصاص، صح؟ تمام؟ هذا الفرق كتير مهم بين هدول المجموعات الأربعة. إذن صنفنا الكربوهيدرات على أنه هي إما سمبلين أو كومبليكس أو 4 مجموعات وظيفية، عفوا 4 مجموعات حسب عدد الذرات أو الجزيئات الداخل بتركيبها. طيب
شوف ايش بكم امتحان متصنف مثلا الكربوهيدرات لثلاث مجموعات مثلا رئيسيه او اثنين مجموعات رئيسيه فقط. طبعا هذا الشيء خطا، انتم بتعرفوا انه تصنف لاربع تصنيفات او مجموعات رئيسيه، فانتم بتعرفوا شو هن. تمام. طيب هون طالبتكم بهذا المخطط انه كثير مهم وبساعدكم على حفظ الكربوهيدرات، وحكينا فيه مع بعض انه المونوساكرايد هن عبارة عن الجلوكوز، الفركتوز والجلاكتوز. هدول طالبتكم، أنا يعني طالبتكم أسماءهم مطلوبة، لأنه هي رح نشوف إنه الجلوكوز هو أساساً موجود بحياتنا اليومية، هو أصغر وحدة بنائية للكربوهيدرات. هذا سؤال امتحان مثلاً، إنه بسألكم شو أصغر وحدة بنائية لبناء الكربوهيدرات؟ هي الجلوكوز. ليش؟ مين بيقول لي؟ ليش الجلوكوز هو أصغر وحدة بنائية؟ لأنه الجسم لما يفكك الكربوهيدرات بطلعاً يفكك فيها ليوصل ل الجلوكوز. بالضبط الجلوكوز، لأنه هو الوحيد اللي بيتم امتصاصه وإدخاله للخلايا، صحيح؟ أما الباقي الديساكرايد والبوليساكرايد بيتم تفكيكهم للوصول للشكل الأصغر، لأصغر شكل ممكن. فلازم تحفظوا شو هن المونوساكرايد، لأنه هدول ثلاثة المونوساكرايد هن يلي بتألف منهم مين؟ الديساكرايد والبوليساكرايد. يعني أنا إذا حفظت الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز مثلاً، بقلكم السكروز من شو يتكون على فرض، هلا رح أعطي مثال فقط وليس بالضبط، هلا رح نشوف أنه من شو يتكون بالضبط. مثلاً جزئين من الجلوكوز مثلاً، فأنتوا تكونوا حافظين أنه الجلوكوز هو مونوساكرايد، مونوساكرايد مع مونوساكرايد مع بعض شو أعطوني؟ متعدد ديساكرايد ثنائي. اما مثلا جلوكوز وجلوكوز وجلوكوز او جلوكوز ضرب 10 متعدد بوليساكرايد. بالضبط. تمام انتبهتوا؟ فاللبن الاساسي او الجزيء الاساسي لتكوين الديساكرايد والبوليساكرايد مين؟ الاحادي، هو الاحادي. ممتاز، احسنت يا يوسف. تمام الباقي معنا مركزين؟ طيب ايه مركزين مركزين. الديساكرايد هن السكروز واللاكتوز والمالتوز، كمان هدول طلبتكم فيهم انه تعرفوا مثلا السكروز من شو بتكون، من نوعين من السكر، شو هن؟ هلا بنشوف مع بعض. اللاكتوز يتكون من نوعين من السكر، شو هن؟ هلا بنشوف ايضا مع بعض. المالتوز يتكون من نوعين من السكر، ايضا بنشوف مع بعض. لكن شو ما كانوا بيتكونوا، هن يتكونوا فقط من واحد من ثلاثه او عفوا من اثنين من ثلاثه من المونوساكرايد. انتبهتوا؟ طيب اما البوليساكرايد هو عبارة عن النشا والجليكوجين والسيلوز. تمام؟ هدول أيضاً ثلاثة طلبتكم فيهم، أنه هدول أيضاً موجودين بحياتنا العملية. طيب بجيب لكم سؤال امتحان، أنه البوليساكرايد يتكون من ثلاث أنواع من السكر أو جزيئات من السكر أو أعلى أو أكثر، صح أو خطأ؟ صح أو خطأ؟ صح؟ ما سمعتش السؤال، إيش السؤال؟ البوليساكرايد إيه؟ تمام يتكون من ثلاث جزيئات من السكر او اكثر، صح او خطا؟ صح. طيب لا هو خطا. لا خطا. برافو امير. ليش؟ لان المونوساكرايد هو ثنائي ومو متعدد. البوليساكرايد يا جماعه، انت البوليساكرايد هو المتعدد اصلا من 10 لاكثر. أحسنت يا حنين، فهو خطأ. أنا سمعت المونوساكرايد. نعم شاهد. لا البوليساكرايد، البوليساكرايد تكون من 10 وأكثر، انتبهوا أنا قلت لكم 3 وأكثر، هو خطأ، لازم 10 وأكثر. تمام؟ هذا سؤال امتحان أو نقشة امتحان، انتبهتوا؟ طيب إذن هذا السلايد بدي منه التفاصيل اللي خبرتكم عنها. السكريات الأحادية المونوساكرايد، أنا الاسم الكيميائي ما طلبتكم فيه أبدا، لكن طلبتكم تعرفوا أنه هن يصنفوا لنوعين رئيسيين، الدوزز والكيتوزز، حسب المجموعة الكيميائية أو الوظيفة الكيميائية الموجودة بالصيغة كيميائية. الجلاكتوز عفواً الجلوكوز موجود فيه شو كان؟ هي صيغة شو؟ كيتون ولا الألدهيد؟ مين بيقول لي؟ ما لنا متذكرين. الألدهيد. طيب مين بيقول كيتون؟
برافو الدهيد، الباقي مو عارفه مين كتبهم ولا الدهيد. طيب طيب الجلوكوز هو مثال على مجموعات الالدهيد الدوزس، تمام. الفركتوز هو مثال على مجموعة شو؟ إذا مو الدهيد شو الثانية؟ كيتون. انتبهتوا؟ شفتوا الوظيفة أو الزمرة الكيميائية اللي ميزتهم؟ هذا الدهيد، هذا كيتون، تمام؟ فبجيب لكم هون سؤال امتحان إنه يصنف الجلوكوز من السكريات الأحادية من مجموعة الكيتوز، صح أو خطأ؟ هذا السؤال. الجلوكوز يعتبر من مجموعة الكيتوز في السكريات الأحادية، صح أو خطأ؟ خطأ. صح. لأنه هو الدوزز، صح؟ أنا عم أقول كيتوز. الجلوكوز الدوزز ولا كيتوزز؟ ركزوا. أنا عندي زمرتين كيميائيتين، الدوزز وكيتوزز، تمام؟ وحط قدامكم الجلوكوز والفركتوز. الجلوكوز شو يعتبر؟ الدهيد ولا كيتوزز ولا الدوزز؟ الدهيد ولا كيتون؟ الدهيد. ممتاز. فصح ولا خطأ سؤالي؟ خطأ، لأنه هو يعتبر الدوزز، صح؟ صح. انتبهتوا كيف نحفظ؟ بتحطوهم جدول مثل ما قلت لكم وبتصنفوهم بناء على هذا الكلام، تمام؟ أما الفركتوز شو يعتبر بناءً على الوظيفة هي تبعه؟ كيتوز. كيتوز. ممتاز. كيتوز. تمام الباقي مركزين معنا؟ كله مركز إن شاء الله. واضح. طيب. التصنيف الثاني للسكريات الأحادية، أول شيء على أساس المجموعة الوظيفية الكيميائية. التصنيف الثاني بناءً على عدد ذرات كربون، تتذكروا؟ وأخذنا وقتها هذا التصنيف، شفناه مع بعض، 1 2 3 4 5، خمس ذرات من الكربون، شو بسميه؟ كيتوز. ممتاز. 1 2 3 4 5 6، ست ذرات من الكسوف. ممتاز. إذن هدول التصنيفين الوحيدين لمين؟ لا المونو سكرايد حسب عدد ذرات الكربون، تمام؟ طيب بجيب لكم سؤال امتحان صح وخطأ. تصنف السكريات الأحادية لا ثلاثية ورباعية، صح أو خطأ؟ غلط، خماسية وسداسية. أحسنتي، تمام؟ بناء على عدد ذرات الكربون، تمام؟ ممكن أجيب لكم مثلا بناء على عدد ذرات الأكسجين مثلا بدل الكربون، انتبهتوا؟ فأنتوا لأ بتعرفوا أنه خطأ بناء على عدد ذرات كربون، تمام؟ طيب طلبتكم بأسماء بس شو الأسماء طلبتها منكم شباب إذا تذكروني؟ الريبلوز طلبتوا منكم أنا؟ ريبوز وريبلوز طلبتوا منكم؟ بتذكر صح؟ بس بالبنتوز طلبت منكم بس 2، شو كانوا؟ ذكروني هذا وهذا ولا 2 الأخيرين؟ الاثنين الاخيرين الاكسوزز والريبوز. ايه متاكد ولا بتذكر الفرق؟ انا طلبت منكم الفرق بين ريبلوز وريبوز، صح؟ الفرق هو المجموعه الوظيفيه بس، تتذكروا انه واحد الدوزز وواحد كيتوزز، تتذكروا انه الاثنين خماسي، تمام؟ فيهم خمس ذرات كربون، لكن شو فرقوا عن بعض؟ هون شو عندي؟ شو المجموعة الوظيفية هون؟ قصدك كم ذرة عنه؟ لا، شو المجموعة الوظيفية؟ الدهيد ولا كيتون؟ هون؟ ايه؟ الدهيد. الدهيد؟ هاي هون؟ هون كيتون، بس الأخيرة آخر واحدة الدهيد. طيب، فأنا أسهل عليكم عشان تحفظوا كلمة كيتون والدهيد، تمام؟ شوفوا في او هون في سي بس او الكربون وبيناتهم رابطه. كيتون فيه الاو، تمام، او حرف الواو يعني، تمام. فاحفظوا انه هون في عندي فقط اكسجين او، اما الالدهيد فيه اتش الدهيد، تمام. فهي الدهيد، انتبهتوا؟
أما هون عندي بس أو كيتون. عرفتوا كيف؟ عشان تنحفظ معكم. تمام، هاي الدهيد ولا كيتون؟ الدهيد. ليش؟ لأنه شو فيها؟ أو إتش. ممتاز. التامية كيتون. كيتون عشان فيها الأو. بالضبط، عرفتون عشان تحفظوها؟ أسهلكم هيك صح؟ أو هيك أسهل. طيب الهكزوز أو الهكزوز شو كانت؟ كم زجاجة؟ ستة. ممتاز. شو طلبتكم أنا؟ بالمنوز والجلاكتوز والفكتوز والجلوكوز. طلبتها منكم كلهم، طلبتهم هدول. تمام؟ بس بدي تحفظوا أسماءهم هدول الأربعة، ما بدي إنه ال طب إيش بيجي سؤال عليهم مثلاً؟ ممكن أجيب لك يا حنين، اكتب لك مثلاً إنه جميع أنواع السكريات التالية أو الكربوهيدرات التالية هي سكريات أحادية سداسية ما عدا، بحط لك ثلاثة منهم وبجيب لك مثلاً ريبوز. ريبوز شو هو؟ خماسي مو سداسي، عرفتي؟ تمام. فأنت تكوني حافظة الأسماء الأربعة، تختاري الإجابة الخاطئة اللي هو مثلا بيكون خماسي. انتبهتي؟ تمام تمام. فأنا بالخماسي بدي منكم بس ريبلوز وريبوز، أما هون بدي المنوز والجلكتوز وفيركتوز والجلكوز. تمام؟ طلبتكم بهدول لأنه هلا بتشوفوا أنه هن بدخلوا بتركيب باقي أنواع الكربوهيدرات، مشان هيك نحن طلبتكم فيهم. تمام؟ والسؤال بيجي عليهم سهل مو صعب. طيب الديساكرايد حكينا انه لما اربط اثنين مونو ساكرايد اثنين مع بعض بطلع عندي شيء اسمه دي ساكرايد. سكر احادي مع سكر احادي بطلع عندي سكر شو؟ ثنائي. ثنائي. طيب سؤال امتحان كثير مهم وسبق قلت لكم عليه، انه عندما يرتبط او ينتج تشكل السكريات الثنائية أو الديساكرايد عن ارتباط مونوساكرايد حصرا من نفس النوع، يعني جلوكوز جلوكوز مثلا، جلاكتوز جلاكتوز، صح أو خطأ؟ لا خطأ. ممتاز، خطأ. ليش؟ لأنه هلأ منشوف مع بعض أنه السكروز واللاكتوز والمالتوز اللي هي من السكريات الثنائية كل واحد فيهم منشوف يتكون مثلا سكروز يتكون من جلوكوز زائد فركتوز، صح؟ سكروز من شو يتكون؟ من جلوكوز وفركتوز. فركتوز. فبالتالي مو شرط انه يكونوا الاثنين نفس الشيء، صح؟ او الجزيئين نفس الشيء، ممكن يكونوا مختلفين، صح؟ فانا جبت لكم صح وخطا انه لا، حصرا انه لازم يكونوا نفس نوع الجزيئين من السكر، خطأ، ممكن يكونوا مختلفين. تمام؟ طيب اللاكتوز اللي هو سكر الحليب من شو بتكون؟ من جلوكوز مع جلاكتوز. فممكن هذا يجيكم سؤال امتحان انه يتكون اللاكتوز من جلوكوز مع جلوكوز، صح ولا خطأ؟ جلوكوز مع جلوكوز، صح؟ لا غلط. غلط، جلوكوز مع جلاكتوز. لاكتوز. جلاكتوز. طيب المالتوز يتكون من اثنين جلوكوز، انتبهتوا هو الوحيد يلي يتكون من جزيئين شو؟ متشابهان. متشابهان. تمام. طيب ممتاز، هذا الشيء الوحيد اللي بدي اياه منكم بهذا السلايد. طبعا لازم تعرفوا انه السكروز موجود بعملية التركيب الضوئي عند النباتات، اما اللاكتوز موجود بسكر الحليب عند الثدييات. تمام، هي النقطة مهمة. طيب حدا عنده سؤال؟ حين عندك سؤال؟ الباقي يعني عندهم هي فكرة عن هاي التفاصيل، بس انت الوحيدة اللي ما عندك فكرة. عندك سؤال؟ واضح لحد الآن؟ واضح كله. ممتاز. طيب هذا المخطط كتير بيساعدكم وكتير مهم انك تعرفوا شو هو الانزيم اللي بيفكك لي السكريات الثنائية لسكريات احادية. الديساكرايد هي عبارة عن مين بيقلنا؟ شو هن ثلاثة؟ شو هن السكريات الثنائية ثلاثة؟ ليكوا قدامكم مالتوز وسكروز ولاكتوز. ممتاز. طيب ما هو الأنزيم
اللازم لتفكيك المالتوز لاثنين جلوكوز. شو اسمه؟ ليكو مكتوب اسمه. هو السهم اللي بين المالتوز والجلوكوز. شو اسمه؟ هذا. الانزيم لتفكيك شنو؟ تفكيك المالتوز لاثنين جلوكوز. شو اسمه؟ مالتاز. 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 ممتاز. بجيب لكم ايضا سؤال مثلا انه انزيم المالتاز مسؤول عن تفكيك السكروز لجلوكوز، صح ولا خطا؟ خطا. كثير سهل اسماء سهله. بجيب لك مثلا يا حنين انه انزيم المالتاز مسؤول عن تفكيك السكروز لجلوكوز، اثنين جلوكوز مثلا، صح ولا خطا؟ صح. لا، المالتاز يفكك سكروز ولا مالتوز؟ المالتاز. شوفي شو المالتوز. اوكي تمام. طيب نقطة كتير مهمة انه انا الانزيم وحافظ اسم الانزيم كتير سهل، من وين بجيب اسمه؟ من نفس اسم، من نفس الثنائي، من الاسم الثنائي. بالضبط، اسم السكر الثنائي، صح؟ نفس الاسم، الاسم نفسه. المالتوز شو انزيمه اللي بفككه؟ مالتاز. ممتاز. السكروز؟ سكراز. سكراز. برافو. لاكتوز؟ لاكتاز. لاكتاز. تمام؟ انتبهتوا الفكرة؟ كتير سهلة. فهيك أنا لما أجيب لكم اسم الأنزيم وحط لكم أنزيم تاني غير السكر اللي هو مسؤول عنه، فأنتوا فوراً تقدروا تميزوا أنه هذا السكر لا مو هو هذا الأنزيم، تمام؟ فهذا المخطط شو بدي منه أنا؟ بدي تعرفوا شو هو أنواع السكريات الثنائية، مالتاز وسكروز ولاكتوز، تمام؟ عفوا، مالتوز وسكروز ولاكتوز. طيب الانزيمات اللي بفككون، هدول الانزيمات الثلاثة، النواتج اللي بتنتج عن تفكيكهم، ينتج عن تفكيك السكريات الثنائية شو نوع السكريات اللي تنتج؟ سكريات احادية. ممتاز. مونوسكرايد، تمام؟ المالتوز ينتج 2 جلوكوز، السكروز شو ينتج؟ واحد جلوكوز وواحد فركتوز. ممتاز. اللاكتوز شو ينتج يا امير؟ طيب يبدو مو موجود معنا. انا ما عم اسمع، صوت بعيد. واحد جلوكوز واحد جلاكتوز. جلاكتوز. ممتاز. تمام. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. انتبهتوا؟ هذا المخطط كتير سهل. طيب ما حد قال لا سهلة ولا صعبة، يعني ما لا إله ولا ولا إله ولا، تمام ما في مشكلة. طيب لا سهلة. ما حد رد معناته سهلة، هذا ما حد علق معناته سهلة. ممتاز. طيب البوليسكرايد هي عبارة عن 10 أجزاء أو 10 أنواع من السكر أو المونوسكرايد أو أكثر، تمام؟ إذن هي كمان تتكون من مونوسكرايد. يعني هذا سؤال امتحان، بجيب لكم بحط لكم هون بدال المونوسكرايد بحط لكم ديسكرايد. تكون البوليسكرايد من مجموعة من الديسكرايد، صح أو خطأ؟ خطأ. كلهم يتكونوا سواء ديسكرايد أو بوليسكرايد من مونوسكرايد. ممتاز. طيب بالبوليسكرايد منصنفها لنوعين أو بحطها بمجموعتين، إما تذكروا هون طلعتكم مصطلحات إنجليزية، مين بذكرين شو كانوا؟ مش من الناس اللي كانوا حضرانين، إما الهومو بوليسكرايد والهيتر بوليسكرايد. ممتاز. شو الفرق بيناتهم؟ كان واحد كان السكريات الموجودة المونوسكرايد الموجودة متشابهة the same، والثاني different، صح؟ هذا الفرق بيناتهم. الهومو يتكون من مونوسكرايد the same، الهيتر بوليسكرايد يتكون من different أو free، تمام؟
طيب عرفتوا الفرق بيناتهم؟ تمام. ايه وصلنا في البوليسكرايد لنوعين، اما شو اول نوع؟ هومو بوليسكرايد. ثاني تاني الهيتر ولا؟ برافو. الهومو الهومو شو كان؟ the same the same بالضبط. هيتر different over بالضبط. ممتاز. هذا عنده سؤال لهون. طيب التصنيف الثاني كان على حسب السلسلة يلي بتشكل منها هذا السكر، إما بتكون سلسلة مستقيمة خطية أو بتكون بالضبط 100%، إما بتكون مستقيمة لاينر أو متفرعة. فأنا أدور تصنيفين يعني كيف السكر عم توضع بالفراغ، جزيئات كيف عم توضع مع بعض. تمام. طيب هذا الشيء اللي كان بدي اياه من، ولازم تعرفوا الانواع اللي هو الجليكوجين والنشا. ما كتير بيهمني هون شو هو النشا عبارة عن شو، لكن لازم تعرفوا الجليكوجين هو عبارة عن شكل التخزين للكربوهيدرات لمين؟ للحيوانات، للثدييات وللإنسان. تمام؟ طيب تحتوي جميع أنواع الثدييات على الكربوهيدرات مخزنة على شكل جليكوجين. إذا الجليكوجين هو شكل التخزين للكربوهيدرات، طبعا مثل ما قلت لكم بشكل مؤقت، موجودة بالكبد على نسبة 4-8%. هذا أيضا ممكن يكون سؤال امتحان وغيركم بالنسبة، أو بالخلايا العضلية بنسبة 0.5-1%، أيضا ممكن هون غيركم النسبة. طيب الألياف حكينا عليها وقتها، يعني سهلة بتوقع الألياف، كان أصعب شيء بس هي التصنيفات اللي حكيناها. الألياف إنه لازم تعرفوا إنه هي لا يمكن تقسيم الألياف إلى جزيئات أصغر، وبدلا من ذلك تبوع عبر الجسم يعني بقسم غير مهضوم. لكن في عندي أنا نوعين الألياف، ألياف ذوابة في الماء بتساعد على خفض الجلوكوز. تتذكروا ليش إنها بتساعد على خفض الجلوكوز؟ لأنه شو قلنا؟ تندمج وبتشكل أو بتحسس الشخص اللي أكلها بشعور بالشبع، فبالتالي هو ما عاد يأكل كميات كبيرة. فهذا السبب نحن نقول إنه بلش أكلك صحة سلطة بصير عندي هذا الشعور بالشبع. بعدها شو بيصير عندي؟ الشخص ما عاد يضطر يأكل كميات كبيرة من السكريات، فبالتالي بصير عندي سكر الدم متوازن بالجسم وما عاد تم إفراز أنسولين. تمام؟ إنه أنا ما رجعت أكلت. طيب شو الأطعمة اللي بتحتوي على ألياف قابلة للذوبان مثل دقيق الشوفان والمكسرات؟ هاي بس مشان تعرفوا إنه شو الأنواع يعني، لكن أنا بهمني تعرفوا إنه أنا عندي نوعين من الألياف، ذوابة وغير ذوابة. تمام؟ طيب الغير ذوابة أيضا عطوني عليها مثال، القمح وخبز القمح وغيره من الأمثلة. الجليكوجين والجلايكوجين، عفوا الجلوكوز والجليكوجين. الجلوكوز هو مصدر طاقة مثل ما قلنا، هو اللي بيروح على الخلايا. الجليكوجين هو المخزن يلي بيخزن الجلوكوز الزائد عن حاجتي، صح؟ نعم صحيح. صح. لما يحتاج الجسم طاقة وما في كربوهيدرات، من وين أول شيء؟ يعني عندي أول شيء كربوهيدرات، بعدين وين بيروح؟ على الجليكوجين. تمام؟ طيب حكينا على عملية الجليكوجين والجليكوجينيسيس، إنه بيتم فيها تشكيل الجليكوجين. إمتى؟ لما يصير عندي زيادة أو عندي أنا بحاجة جزيئات الجلوكوز تتخزن على شكل سلاسل مع بعضها تعطيني الجليكوجين. هي عملية هضم ولا بناء؟ هي عملية بناء. تمام؟ يعني تصنف الميتابوليزم لكن تصنيف بناء وليس هدم. تذكرت أن الاستقلاب هو إما بناء أو هدم. عملية الجليكوجينيسيس هي عملية بناء. تمام؟ طيب لا، عملية الجليكوجينيسيس
هي عملية تفكيك الجلوكوجين تمام. أما هدول المصطلحين بديهم بالإنجليزي. طيب الاثنين ببلشوا مشان تحفظوهم، شوفوا لحديت هون الاثنين الجلوكوجين تمام. شفتوا أخذها سيزز أو سيز، هاي تركيب. أما لهون خلصت لايسز تفكيك ولا تركيب؟ تفكيك. تفكيك الجلوكوجين لما حطلكم بعد لاحقة لايسز تفكيك، أما الجلوكوجينيزز تركيب تمام. يعني أنا أما عم فكك أو عم ركب الجلوكوجين تمام. الجلوكوجينيزز يعني أنا بس حط ضفت لكم اس اي اس أو هاي اللاحقة، هي عملية شو؟ تصنيع ولا تفكيك؟ تركيب. هون تصنيع. ممتاز. أما إذا بحط لكم لاحقة، لحظة لو أجيكم إياها، الجلوكوجين بحط لكم لاحقة لايسز، شو بتكون؟ تفكيك. ممتاز. تبعتوا؟ هذا اللي بدي إياه من هاي العملية. كيف بيصير عندي توازن الجلوكوز بالجسم؟ مين بيذكرني شو الهرمون المسؤول عن الموضوع يلي بيخلق لي التوازن؟ الانسولين. الانسولين ومين؟ مين الثاني؟ الجلوكوجين. بالضبط. طيب هدول الهرمونين هن مسؤولين عن خلق توازن للجلوكوز بالدم، يعني سكر الدم اذا انخفض مين بيتم افراز هرمون؟ مين؟ الانسولين ولا الجلوكاغون؟ اذا انخفض انتبهوا. الجلوكوجين. الجلوكاغون. برافو عليك. طيب اذا ارتفع الجلوكوز مين بيشتغل؟ انسولين ولا الجلوكاغون؟ الانسولين. صح؟ ممتاز. طيب من وين بيتم افراز الاثنين؟ من البنكرياس. ممتاز. طيب الآلية الطبيعية أن أنا يكون عندي سكر الدم موجود بنسبة محددة، أي تغيير بيصير عندي إما إفراز الجلوكاغون في حالة انخفاض نسبة السكر، يتم إفرازه من وين؟ المكرياس، مشان يساعد على زيادة نسبة سكر الدم. أما في حال بالأصل أنا أكلة كمية كبيرة وعندي كمية سكر كبيرة، فهذا الشيء شو بعمل؟ شو بيعمل الجسم عفوا؟ بيتم افراز الانسولين. الانسولين. احسنت. تمام. طيب الانسولين اذا هو الهرمون يلي بيساعد دخول الجلوكوز على الجسم والخلايا والانسجه، هي كلها اخذناها بشكل كامل. طيب على رفع نسبه سكر الدم عند انخفاضه، هاي النقطة كتير مهم تحفظوها، وإنه يتم إفرازه من البنكرياس. العملية اللي بدخل فيها الجلوكاغون هي عملية تحليل الجلوكوجين، يعني الجلوكولايسز ولا الجلوكوجي ضيقة. أنا عيدهم سواء بديهم العملية اللي بدخل فيها الجلوكولايسز، هي تفكيك ولا تركيب؟ تركيب. تركيب. تركيب؟ الجلوكوز. لا تفكيك. تفكيك. تمام. طيب إذا بدخل هرمون الجلوكاغون بعملية تفكيك لمين؟ الجلوكوجين. صح؟ عشان نحصل على شو؟ عشان نحصل على الجلوكوز. الجلوكوز. صح. بروح بدخل بالعمليات الكيميائية اللي تفكك لي الجلوكوجين وأدي له حصول على رفع سكر الدم. طيب حد عنده سؤال لهون؟ بعدين حكينا على السكر، الشيء الطبيعي حكينا شو هو؟ إنه أنا لما يصير عندي ارتفاع بسكر الدم بعد الطعام يتم إفراز هرمون. دكتور الصوت عم يقطع، ما عم يسمعني. آه تمام. هلا الصوت أفضل؟ هيك أحسن؟ هيك تمام. ممتاز. بمرض السكر حكينا
امبارح وجانا عندنا الفكرة انه الحالة الطبيعية شو يكون عندي، شو بيصير عندي بالحالة الطبيعية؟ بدخل الجلوكوز على الجسم او بيتم تفكيكه ونحصل على الجلوكوز بعد ما يتم تفكيك الكربوهيدرات. الإشارات بتنبعت من الدم انه انا ارتفع عندي الجلوكوز، تنبعت لوين؟ على الدماغ. بقول الدماغ ولا يهمك، انا بتصرف، بيبعت إشارات لمين؟ بنكرياس. بنكرياس شو بيقول له يا بنكرياس؟ صنع لي هرمون الأنسولين. الأنسولين بيروح الأنسولين شو بيعمل؟ شو بيعمل الأنسولين؟ بدق الباب على الخلايا، مو له أبواب خاصة فيه، مو له مستقبلات خاصة فيه، صح؟ بدق هاي المستقبلات تبعه، بدق عليها إلا افتح يدي مشان تدخل لك سكر. برافو. الجلوكوز بدخل كمية الجلوكوز الكافية للخلية، واللي بيضل بقى بتم تخزينه على شكل جلوكوجين. ممتاز. طيب بحالة مرض السكر شو اللي بيصير عندي؟ إما بتم مهاجمة خلايا البنكرياس، تتعب الخلايا ما عاد تشتغل، بتم تخريب الخلايا، فبصير عندي ديابيتس تايب 1، وبصير الجسم بحاجة أنسولين خارجي لأنه ما عاد تم إفراز الأنسولين للبنكرياس، أو من كتر ما صار تم إفراز عبر السنوات أنسولين أنسولين أنسولين، يلي بصير عندي أنه الخلايا ما عاد تحس، ما عاد عندها قابلية. ممتاز. ما عاد حسيت بالأنسولين. ممتاز. تمام. هذا مرض السكر، صار عندكم فكرة عنه بشكل كامل، ومبارح عدنا أيضا بشكل كامل. طيب هذا الفرق بين تايب 1 وتايب 2، إنه واحد واحد بيحتاج الأنسولين، واحد بيصير فيه مقاومة للخلايا، واحد ممكن يصير عند الأطفال أو ممكن يصير بأي عمر. يعني هاي الفروقات سهلة وبسيطة، إذا طلعتوا عليها ما في مشكلة. طيب هذا الاختبار وقت حكينا عليه هو الاختبار الخضاب، يعني بيكون مرتبط مع السكر بالدم. مو قلت لكم الخضاب بيكون مرتبط مع جزيء سكري؟ فهنا بيختبروا بيشوفوا قديش كان نسبة الخضاب المرتبط مع كم جزيء سكر، وبيقيسوا عليه إنه أنا قديش نسبة سكر الدم عندي. إذا كان في ارتفاع فمشان يشخص شخصه إنه هو مريض سكر أو لا. هذا الخضاب اسمه السكر التراكمي. شو يعني تراكمي؟ يعني قديش كان متراكم عندي سكر بثلاث شهور الماضية، بيقيسوه بشكل كامل وبيشوفوه. تمام. وفي عندي أيضا اختبار الصيامي، يلي هو المريض بيكون أكيد سمعانين فيه إنه صلوا 8 ساعات مؤكل، بعدين بيختبر السكر تبعه. طبعا هذا بيشخص إذا هو مريض سكر أو لا، لأنه هو ما نؤكل فالمفروض يكون عنده بالحد الطبيعي تحت 100. تمام. حدا عنده سؤال لهون؟ هذا المخطط وقت أخذناه للسكر التراكمي، والنسبة تبعه النورمال أقل من 5.7، من 5.7 ل 6.4 مرحلة ما قبل السكر البري ديابيتس. آخر شيء الديابيتس صار مريض سكر إذا صار 6.5% أو أكثر. تمام. تمام. نجيكم بالامتحان إنه تعرفوا هذا إمتى بيصير يعني مريض سكر، شو النسبة تبعه، أو مرحلة ما قبل السكر. تمام. طيب آخر شيء الاختبار الصيامي لازم يكون أقل من 100 للاختبار الصيامي. تمام. أو سكر البلازما مرحلة ما قبل السكر بين 100 و 125، إذا كان فوق 125 أو 26 صار مريض سكر. يعني هو بعد ما عملوا له، بعد ما صام 8 ساعات عملوا له هذا الاختبار فطلع عنده سكر فوق 126 أو 25، هو مريض سكر. تمام. هاي أيضا القيم مطلوبة منكم. هذا عنده سؤال عن الكربوهيدرات؟ واضح يا حنين الكربوهيدرات؟ واضح. يسلم إليك. ممتاز. طيب هلا احنا ناخذ لمحة ايضا سريعة، مين مصر موجود معنا حاليا غير حنين عبد الرحيم ويوسف؟ وانا. انت موجود. طيب تمام. مين كمان؟
كنت بدي اقول غريبه انه امين وجوده ما حكى شيء اليوم ابدا. لا انا مستمع. تمام طيب ما عندك ولا سؤال؟ كلنا مقيدين قدامك خلاص موجودين بالمخ. طيب ممتاز. البيت او الدهون او الفات حكينا انه هي عباره عن جزيئات قابليه للذوبان. وين؟ بالمذيبات العضويه. شو يعني مذيبات عضويه؟ يعني يدخل بتركيبه كربون. اي شيء بقول عنه عضوي يدخل بتركيبه ذره كربون. تمام. لكن هي غير قابله للذوبان في الماء، وهذا سؤال امتحان انه يمكن انه تنحل الفاتس بالماء، صح او خطا؟ خطا. خطا ليش؟ لانه الدهون تذهب بالدهون، او يعني الزيوت بزيوت ودهون بدهون، هيك. ممتاز. الشبيه يحل الشبيه، هاي قاعده لازم تضل عندكم دائما. طيب عائله الدهون هي ثلاث انواع عندي: الدهون الثلاثيه تريجليسرايد، فوسفوليبيدات، والستيرولات. تمام. تصنف الدهون لثلاث انواع، ممكن اجيب لكم في الامتحان اختار الاجابه الصحيحه. تصنف الدهون لاربع اقسام، حط لكم التريجليسرايد والفوسفوليبيدات والستيرولات، حط لكم مثلا يعني خيار ثالث رابع هو غلط. مثلا حط لكم شو بدي احط لكم مثلا خيار من الديسكرايد مثلا. تمام. انتبهتوا؟ واضحه انه شو الصح وشو الخطا، بس بهمني انه بكون هذا السؤال عارفين انتم انه شو هي المجموعات اللي تتكون منها الفات. تمام. طيب هلا رح نشوف شو وظائف الدهون. اول شيء بتعطيني كالوريز عالي، قديش انها؟ 9 كالوريز كل 1 جرام من الفات، صح؟ صح. طيب ايضا تعمل كاحتياطي كالوريز او اتبي بالجسم، وتدخل ايضا بتركيب الهرمونات وتنظيم الهرمونات، نقل السيالات العصبيه. كيف قلنا؟ لانه هي بتغلف مين؟ الخلايا العصبيه. صح. نعم، موجوده ايضا باغشيه جميع الخلايا، فبتساعد على نقل الاشارات بين الخلايا، وايضا بتغطي الاعضاء الحيويه. وقلنا في نوعين من الدهون: حشويه وتحت الجلد. الحشويه وين موجوده؟ فوق عند القلب والاعضاء الداخليه، حول الاعضاء يعني. حول كل الاعضاء بالضبط. تحت الجلد موجوده تحت الجلد مباشره. الحشويه شو بتساعد على يعني شو دور الحشويه وشو دور تحت الجلد؟ شو دور؟ ما حدا بيعرف. طب ليك مكتوب تحت الجلد بتساعد على تحت الجلد تحمي من الحراره والصدمات. ايوه بالضبط، اختلاف درجات الحراره مشان الجسم ما يفوت بتشوك او صدمه، لازم انه يكون في طبقه هي تستقبل هذا الاختلاف درجه الحراره وتعدل وتبعت. تمام. طيب الحشويه بتساعد على نقل السيالات العصبيه والاتصال بين الاعضاء بين بعضها. تمام. يعني القلب طبيعي يكون في حواليه طبقه من الفات، لكن الشيء مو طبيعي هي تزيد هاي الطبقه. تمام. يعني كل اعضائنا في حواليها هاي الطبقات عشان تحميها. تمام. طيب المعلومه دائما بقول لكم اياها للاسف، انه ممكن الجسم يخزن كميات غير محدوده من البيت. اي اكيد ممكن بضل يخزن وما بيقول لا، لهيك نحن لازم ندير بالنا. طيب التريجليسرايد هي عباره عن ثلاث احماض او ثلاثه فاتي اسيد مرتبطه مع الجلوسيرول، صح؟ تتذكروا قلنا ثلاثه فاتي اسيد شفتوها بالفيديو ذكرتوها، صح؟ مع واحد جلوسيرول يؤدي تشكيل الى شو بتشكل؟ ثلاثه فاتي اسيد مع واحد جلوسيرول بيعطيني تريجليسرايد. لا شو كنا فصلنا. طيب لا معاكي دكتوره بس النت معلق. ها ممتاز. طيب اذا تريجليسرايد تتكون من ثلاثة فاتي أسيد مع واحد جلوستيرول. هو مو جلوستيرين، هو جلوستيرول. هاي صح، هو خبرتكم صح هو. طيب شو هو الجلوستيرول؟ هو عبارة عن مجموعة ثلاثية من الكربون وفيه هيدروكسيل. يعني ماكسيو بهمني تعرفوا تركيبه الكيميائي، لكن بهمني تعرفوا إن هو تركيب أساسي
بالتريجليسترول تمام؟ عندكم سؤال؟ تريجليسترايد عفوا. طيب كمان هاي الفكرة ما كتير بتهمني. طيب تصنف التريجليسترايد لا فاتس وأويل صح؟ ما هيك صنفناها؟ طيب الفاتس شو قلنا؟ سولت بدرجة حرارة الغرفة والأويل ليكويد درجة حرارة الغرفة صح؟ الفاتس مثال على مين هي؟ Straighted. برافو. الأويل unstraighted. ممتاز. تمام؟ هذا سؤال امتحان كتير مهم. لازم تعرفوا إنه Straighted هي solid ولا liquid. تمام؟ ولازم تعرفوا إنه unstraighted هي liquid ولا solid. تمام؟ يعني لازم تعرفوا حالتها الفيزيائية. ليش كانت solid straighted؟ شو مين بيقول لي؟ ليش؟ ايش السؤال؟ شو يعني straighted؟ اللي هي المشبعة. تمام، شو يعني مشبعة؟ تتذكروا شو حكينا؟ حكينا انها بتكون صعبة التفكك وبتكون فوق بعضها. برافو، لانه بتتكون من مجموعة من الذرات المتشابهة المتراصة مع بعضها وروابط بين بعضها بشكل مستقيم. احسن. لكن ال unstraighted شو قلنا؟ فيها رابطة ثنائية. ممتاز، فتؤدي إلى إنه بتكون شكلها سائل لأنه ما لنا متراسم مع بعضها مثل الstraighted صح؟ عرفتوا الفرق وليش؟ ليش هي سائلة وليش هي صلبة؟ لازم تعرفوا الفرق تمام؟ طيب عم يقولوا لي هون إنه أي مشكلة بالتريجليسترايد ارتفاع يؤدي إلى حدوث هاي الأمراض التي لا تعد ولا تحصى إلى ما هنالك. هاي الأمراض لازم تعرفوا أنه بتسبب هاي الأمراض مشان يعني تعملوا توعية للناس اللي حواليكم بهذا الخصوص ويكونوا عارفين شو عم يصير بجسمنا بالضبط. لهيك أنتم عم تاخذوا أساسيات تغذية أساس. طيب الستريت والأنستريتد عم يعطوني أمثلة عليها، لازم تعرفوا الأمثلة كثير مهم تعرفوها. الستريتد مثل مين؟ الزبدة والجبن وبعض اللحوم. زبدة وتأكل من بعض اللحوم. Unstraighted المكسرات والزيوت وغيره. تمام؟ هذا والزيوت النباتية. نعم، لاحظوا إنه كلها سائلة. تمام؟ لكن في واحد بس غير سائل. مين كان؟ الكوكونات أويل. برافو عليكي. لا، زيت الجوز هند. برافو عليكي. طيب شو كان زيت الجوز هند يا حنين؟ رغم انه مشبع كان مشبع ولكن سائل. هذا الاستثناء بالموضوع ايضا انه هذا سؤال امتحان. طيب ليش الانستريتد هي الاكثر يعني هيلثي اكثر؟ ليش؟ لانه فيها الكالوري اقل. ممتاز، فبالتالي تخفف الإصابة بأمراض القلب لما أنا أستهلكها، ما بتؤدي إلى تشكيل الـ LDL إذا تتذكر وقت حكينا على الـ LDL. تمام؟ صح. الـ LDL والـ HDL. ممتاز. هلا هناخدهم ونشوفهم مع بعض. الترانس شو كانت الترانس؟ إلى نوعين. إما الـ Natural. ممتاز. شو كان Natural يا حنين؟ مفيد ولا غير مفيد؟ المفيد هو لأنه من منتجات حيوانية. أحسنت. لما قلكم سؤال امتحان صح أو خطأ أنه natural trans هي عبارة عن مثلا مدام ما حطلكم حيوانية نباتية صح أو خطأ؟ خطأ لأنه هي animal product. أحسنت. أما النوع الثاني فهو نباتي صح؟ زيوت نباتية شيء. النباتية المهدرجة اللي هي الضر. ممتاز. إذا الترانس نوعين، إما طبيعي أو اصطناعي، حيواني أو نباتي. تمام؟ والفرق بيناتهم صرتوا تعرفوه، واحد طبيعي يعني منتجات طبيعية والثاني اصطناعي. تمام؟ مثل أي شيء مهدرج، سمنة مهدرجة، زيوت مهدرجة. تمام؟ طيب هون طلبتكم ب
نسبة التريغليسرايد إذا كان أقل من 150 هو نورمال طبيعي. طبيعي ممتاز. من 150 ل 200 مرحلة قبل الإصابة. الإصابة لما يصير عندي فوق ال 200 ل 500 ملغرام دي ال. نعم نعم. أما لما يكون فوق ال 500 فهو بمرحلة خطيرة جدا. تمام. طيب السنتل فاتي أسد شو كانت؟ مين بأن مين هن يلي هن ما بيصنعون الجسم صح؟ قلتلكم أي كلمة السنتل بتشوفوها شو الهدف منها بيكون؟ شو الفكرة منها مبارح؟ إنه هي أساسية بس ما بتتصنع بالجسم. أحسنتي. مثل مين؟ الأوميجا 3 أو الأوميجا 6 أو. الألفا لينك أسد والبيتا أسد. تمام. هدول ما بيصنعوا الجسم. إذا مش بيكون يعني صح وخطأ إنه يمكن الجسم أن يصنع أوميجا 6 مثلا أو أوميجا 3. تمام. طيب حد عنده سؤال لهون؟ لا أنا شو أهمية الأوميجا 3 والأوميجا 6 إنه تدخل بتركيب الأغشية ومنظم هذا الكليشي صرتوا حافظينه؟ الفوائد تبعهم صرتوا حافظينه وين موجودة؟ لازم تعرفوا وين موجودة مشان تستخدموه بحياتكم العملية، مشان تستهلكوه بحياتكم العملية. تمام؟ طيب هذا أشكال الفاتي أسيد أخذناها. أنا طلبتكم هون إنه بس تعرفوا إنه حمض الشمع عبارة عن مشبع ستريتد وفيه 18 ذرة كربون. الأوليك أسيد عبارة عن غير مشبع و 18 ذرة كربون. اللونيك أسيد هو عبارة عن الترانس unstrated وفيه 18 كربون غير مشبع. بالضبط. تمام. عرفتوا الفرق بيناتهم؟ ما بدي الصيغة، الصيغة الكيميائية ما بدي إياها. تمام. بس بدي تعرفوا هون الفرق مكتوب بهي هذا الاتجاه. أوكي. طيب الفوسفولبيدات تحتوي على تشبه تركيب مين؟ قال تريغليسرايد، لكن تحتوي على مجموعة من نيتروجين صح؟ يعني بجيب لكم الفرق. ما هو الفرق مثلا بين الفوسفولبيدات أو الذرة التفصيل بين الفوسفولبيدات والتريغليسرايد؟ هو وجود النيتروجين أو وجود مثلا أكسجين. تمام. غيركم يعني بالذرة. تمام. عرفتوا الفرق؟ وجود ذرة النيتروجين هو الفرق بين الفوسفولبيدات والتريغليسرايد. تمام. طيب تدخل الفوسفولبيدات بتكوين أغشية الخلايا، هي أخذناها وشرحناها بشكل كامل، وبتساعد على اتصال الخلايا بين بعضها. تتذكروا كيف كانت وضعها، كيف كان التوضع تبعها بغشاء الخلية؟ تتذكروا رأس لرأس ذي اللذين. بالضبط. رأس للأعلى وذي. ليش؟ كان خارج الخلية لأنه وسط مائي وداخل الخلية وسط مائي. تمام. فكان الرئيس هو محب للماء وال والذيل كاره للماء. ثواني العكس كان متوضعين صح؟ صح. حولي إذا خطأ ثواني أتأكد. ها تمام. الذيل كان بالنص لأنه محب. محب لشو؟ محب للماء. للماء. لا الرأس محب. الرأس محب. محب للرأس. محب للدهون. وهو عازل. الرأس محب للماء والذيل محب للدهون. تمام. لأسهلها عليكم الفكرة أنه ليش الرأس محب للماء؟ بسبب وجود ذرة فوسفات بس. تمام. أنا عندي بالرأس ذرة فوسفات، فوجودها عطى شحنة للرأس فخلاه مشحون، فبالتالي بحب الماء. تمام. أما هون الذيل شوفوا بشو بتكون، هو عبارة عن فاتي أسيد صح؟ ممتاز. فهو بحب الذيل الدسم أو الدهون. تمام. طيب عم يقولوا لي إنه ممكن المواد القابلة للذوبان بالدهون
مثل الفيتامين والهرمونات تمر بسهولة داخل وخارج الخلية بسبب انه انا عندي الذيل محب للدهون. تمام؟ اعطوني امثلة عليها مثل مين او وين موجودة، بالبيض، بالكبدة او السودا، فول الصويا، وهذا الامثلة كلها اخذناها بشكل كامل. عندكم سؤال عن فسفولبيدات؟ فسفولبيدات تحديدا حكينا عنها كتير، بتوقع صارت كتير واضحة بالنسبة لكم. تمام؟ واهم شيء فيها انه هي موجودة وين؟ بغشاء الخلايا. تمام؟ طيب الستويلات اشهر شيء فيها مين؟ كوليسترول. مين؟ كوليسترول. كوليسترول هو اشهر ستيرول، يعني اشهر شيء بالمجموعة الوظيفية الستويلات اللي هو الكوليسترول. تمام؟ وين موجود؟ وين موجود؟ في اللحوم والبيض والأسماك والدواجن. لا بالضبط. تمام؟ طيب عم قالوا لي معلومة كتير مهمة من سؤال امتحان، انه ممكن تصنيع كوليسترول بالكبد. هذا بجيب لكم اياه سؤال، انه لا يمكن تصنيع كوليسترول بالكبد. تمام؟ هذا ممكن يكون سؤال امتحان. طيب امتى بيكون الكوليسترول ضار؟ ال LDL. تذكروا شو بيعمل ال LDL؟ شو بيعمل؟ لما يتجمع بيراكم بالشرايين. احسنتوا، بيراكمهم على جدران الشرايين. تمام؟ ممكن يسبب هذا الشيء نوبات قلبية وسكتات دماغية. طيب باقي مركبات الاستيولات بخلاف الكوليسترول هي عبارة عن موجودة وين؟ وين موجودة؟ ايش السؤال؟ انا عندي مجموعة اسمها مجموعة استيولات، صح؟ فيها اكثر من نوع من الاستيول. احد انواع الاستيولات هو كوليسترول. تمام؟ الكوليسترول موجود بكل شيء حيواني. تمام؟ يعني انا باخذه من مصدر حيواني. باقي الانواع وين موجوده؟ كلها جميعها ما عدا الكوليسترول موجوده لدى النباتات. تمام؟ طيب ممتاز. الكوليسترول وين كان موجود يا جماعه؟ وين كان يدخل بتركيب وين؟ الاغشيه. شو كانت وظيفته؟ يعطيها صلابة ويساعد على ممتاز. ممتاز جدا، صحيح. شكل أبوابات، صحيح. أيضا بتدخل بتركيب الأحماض الصفراوية اللي بتفرزها المرارة، أيضا الهرمونات، جميع أنواع الهرمونات الجنسية كلها تتكون من ويدخل بتركيب الكوليسترول. بجيب لكم مثلا انه يدخل الكوليسترول بتركيب الهرمونات التاليه. بحط لكم تستوستيرون، الاندروجين، استروجين، وحط لكم مثلا هرمون رابع هو ما له هرمونات جنسيه، هو خطا. تمام؟ فانتم بتعرفوا انه هذول الثلاثه يدخل بتركيب الكوليسترول، تختاروا مين؟ الرابع الخطا. انتبهتوا كيف بيجيكم السؤال؟ طيب وايضا هرمونات الغده الكظريه، الكورتيزول، كورتيزون، والالدوستيرون. تمام؟ كلهم هذول من الهرمونات اللي تدخل بتركيب الكوليسترول. واخر شيء يدخل ايضا بتركيب فيتامين د. طيب هون عم يصنفونا بين ال LDL وال HDL. صرتوا بتعرفوا انه كل واحد فيهم يصنف حسب كثافته. ال HDL شو كان؟ عالي الكثافه ومنخفض الكثافه؟ عالي. ال HDL عالي. عالي ليش؟ من اسمه. هاي من وين هاي جاي؟ لأنه يتكون بنسبة أكبر من البروتين. أحسن بالضبط. طيب أنا الفرق عندي بين HDL والLDL، الاثنين يتكونوا من جزء بروتيني إلنا وجزء دهني، صح؟ أو فات. كل واحد فيهم يتكون إما من أو يعني الاثنين يتكون من بروتين وفات، لكن واحد فيهم نسبة الفات أعلى والثاني نسبة البروتين أعلى، صح؟ طيب أنا بعرف أنه لما أحط مي مع زيت مين بتكون كثافته أقل؟ مين بيطفو على السطح؟ مين بيطلع على السطح؟ الزيت. الزيت. ليش؟ لأنه كثافته أقل. أقل. طيب أنا عم قلكم أنه الـ HDL يتكون من نسبة بروتين أكبر، فبالتالي كثافته أعلى. أعلى. ليش؟ لأنه كثافة البروتين أعلى من كثافة مين؟ الدهون. الدهون. أما ال LDL يتكون بنسبة أكبر من مين؟
من الدهون، بالتالي البروتين أقل بالضبط، فكثافته قليلة. تمام. من هون اجى عندي اسم LDL والHDL او الكوليسترول، جود كوليسترول والباد كوليسترول، هذول ايضا ممكن يجوكم انتبهوا. طيب مستويات تبع الدهون اتركون، اذا كان عندي التوتال 200 واقل لازم يكون LDL 100 واقل، الHDL اقل من 60، عفوا اكثر من 60 واكثر، والتريجليسترايد اقل من 150. باقي النسب هي بالحالات اللي بتصير مرضية، انتبهتوا؟ طيب حدا عنده سؤال على الدهون؟ سهلة، شفتوا كيف بسيطة وسهلة؟ ما أنا صعبة. حدا عنده سؤال؟ لا واضحة لهون الأفكار؟ أه كله واضح. حدا عنده سؤال على الكربوهيدرات أو الدهون؟ ممتاز. هلا رح نعمل مراجعة سريعة على البروتين اللي أخذناه امبارح وننهي محاضرة اليوم إن شاء الله. تمام؟ البروتين، مين بذكرنا امبارح شو حكينا عن البروتين؟ من ما يتكون البروتين؟ من أحماض أمينية. ممتاز. اللبنة الأساسية لتكوين البروتينات هي شيء اسمه حمض أمين. شو هو الحمض الأميني؟ هو عبارة عن مجموعة من الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين والكربون. أحسن. في معهم جذر جانبي، صح؟ أو مجموعة جانبية هي اللي بتميز بين مين ومين؟ بين كل حمض أميني والثاني، صح؟ صحيح. طيب كم حمض أميني عندي؟ 21. ممتاز. الأحماض الأمينية السنتن. طيب سوان، أنا عندي البروتين يتكون من مجموعة من الأحماض الأمينية، شرط إنه تكون تشبه بعضها ولا مو شرط؟ لا مو شرط إنها تكون تشبه بعض. ممتاز، أحسنتي 100%. طيب مين أكثر العناصر الغذائية تعقيدا؟ هذا أتكم بيجي يكون سؤال امتحان. البروتين، كربوهيدرات ولا الدهون؟ البروتين. ليش؟ لأن شكله يختلف من مكان لمكان. بالضبط، من البروتين إلى آخر ما في شكل ثابت. نعم يختلف شكله من بروتين إلى آخر، صحيح. طيب أنا في عندي شيء اسمه أحماض أمينية أساسية وغير أساسية. الأساسية هن 9 لا يستطيع الجسم تصنيعها، مثل مين هلأ أخذناهم؟ أحماض أمينية مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6، صح؟ كانت دهون لا يستطيع الجسم تصنيعها، هلأ هون عندي أحماض أمينية لا يستطيع الجسم تصنيعها، 9 أحماض أمينية، صح؟ مثل الهستيدين والليسين والميتونين والغيرون والتربتوفان والفالين، هدول أنا ما طلبت أسماءهم منكم، لكن لازم تعرفوا أنه عندي 9 أحماض أمينية لا يصنع الجسم، تمام؟ هدول أنا أخذنا المحاضرة اليوم عننا. آه ممتاز. الوظائف البروتين بالجسم كانت سهلة وبسيطة، إنه بدخل تركيب العضلات والأنسجة، والأنزيمات هي عبارة عن أنزيمات، هي عبارة عن بروتينات. ممتاز. نعم. الهرمونات لما تتكون بروتين. أحسنت. طيب وأيضا بيساعد على حفاظ على pH الجسم اللي هو 7.4. 7.4 بالضبط، وبيساعد على حفاظ على السوائل بين الخلايا والأنسجة. مين كانوا عنا؟ مين البروتينين المسؤولين عن هذا الشيء؟ الألبومين والجلوبولين والألبومين. أحسنتي. تمام. وأيضا يدخل بتركيب الأجسام أو الأنتي الأنتي بادي اللي بالإميونوسيستم. بالضبط. تمام. لاحظتوا انه قديش الموضوع كثير مهم بالنسبه للبروتين، وايضا بيساعد على نقل الاكسجين مثل مين؟ الهيموغلوبين ونقل الجلوكوز. ايضا في عندي بروتين خاص بنقل الجلوكوز. لاحظتوا قديش البروتين كثير مهم. طيب
قلنا انه لما يتم تفكيك البروتين بيتم تفكيكه عن طريق هرمونات خاصة فيه. تفكيك البروتين يؤدي الى الحصول على مين لما فككه؟ على الأحماض الأمينية. مجموعة أحماض أمينية صغيرة بسميها سلاسل ببتدية. سلاسل ببتدية هي بس مجموعة أحماض أمينية يعني صغيرة، تمام؟ بالنسبة لما تكون أكبر، لما تكون أكتر بتشكل لي البروتين، تمام؟ طيب بتم تصنيع البروتينات وين قلنا؟ داخل الخلية حسب المعلومات اللي بيعطيني إياها الـ RNA والـ DNA الموجودين بكل نواة، تتذكروا؟ مين العضية المسؤولة بالخلية عن تركيب البروتين؟ شو كان اسمها؟ ريبوزومات، صح؟ صح؟ صح. طيب الوزمة حكينا عليها بس هلأ هون الصورة ما أنا واضحة، تتذكروا؟ شكل الوزمة اللي شفناه مبارح ناتج عن وجود سائل بين الخلايا بالضبط، بسبب عدم أو بسبب نقص نقص في البروتين. ممتاز. هذا يعني هذا اللي بيهم الموضوع، انه بحالة الوزمة يكون عندي نقص ولا زيادة. بحالة دكتورة صوتك زيادة كمية، طيب ثواني بس لأجرب. هلا احسن؟ اه تمام. طيب بحال زياده البروتين بتشكل عندي شيء اسمه الحصيات، تتذكروا؟ تتذكروا امبارح حكيناها الحصيات، اما بتكون كلويه او بتكون موجوده بمكان، نعم موجوده بمكان اخر بالجسم، هي كلها ناتجه عن الافراط في تناول البروتينات. نعم، او ممكن حتى المريض ينصاب بمرض النقص وغيره من الامراض الناتجه عن زياده البروتين. امتى بقول انا عن البروتين عالي الجوده؟ اذا كان بيحتوي على جميع الاحماض الامينيه الاساسيه، صحيح؟ نعم. طيب في عندي مرضين حكينا عنهم امبارح، شو هن؟ شو هن؟ انا ما كنت موجود امبارح. المرض اللي هو واحد ناتج عن الحرمان الشديد اللي هو المزمن، وواحد بيكون مفاجئ بيكون حاد. طيب المراسموس شو بيكون عندي؟ مزمن ولا حاد؟ مزمن. مزمن ولا حاد؟ مزمن. برافو. ليش مزمن يا يعني شو اللي صار عندي بهي الحالة يا حنين؟ لأنه كان في حرمان لفترة. أحسنتي طويلة. فصار عندي مزمن. أحسنتي، فصار في استهلاك للبروتين. ممتاز. طيب للبروتين والطاقة الموجودة بالجسم أصلا. ممتاز 100%. طيب بحالة كراش كور شو بيصير عندي؟ نقص مفاجئ حاد. بالضبط، فبصير تجمع للسوائل في البطن في الجسم. بالضبط، ولا سيما بمنطقة البطن، ممكن يكون بسبب أمراض تانية مثل الحصبة وغيرها من الأمراض، يعني ممكن حدوثها عند الأطفال لا سيما بأماكن يعني منتشرة فيها هاي الأمراض، تمام؟ طيب بعدين حكينا انه اذا انا ما اخذت المصدر الاساسي او الاحماض الامينيه الاساسيه بشكل خارجي داخل خارج الجسم، انا الجسم عندي ما بيقدر يصنع البروتينات يلي تحتاج الاحماض الامينيه الاساسيه. انتبهوا كثير منيح لهي النقطه، يعني اذا كان غذائي انا ما فيه الاحماض الامينيه الاساسيه، معناها البروتين تبعي ما بيقدر يتشكل من الأحماض الأمينية الأساسية. في أنواع من البروتينات حصراً تحتاج الأحماض الأمينية الأساسية اللي ما بيصنعها الجسم، تمام؟ طيب هم قالوا لي إنه كل واحد جرام من الجسم الصحي بيحتاج قديش؟ 0.8 جرام من البروتين. بالضبط.
لما أقول أنا بروتين عالي الجودة أو بروتين كامل شو بيكون قصدي فيه؟ يحتوي على شو؟ الأحماض الأمينية الأساسية. الأحماض الأمينية الأساسية. ممتاز. مثل مين؟ اللحوم والدواجن البروتين الحيواني. ممتاز. أي شيء بروتين حيواني دائما مفضل لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية الداخلة بتركيب البروتين بالجسم يلي بيحتاج هاي الأحماض. طيب أما البروتينات يلي الغير كاملة يلي هي النباتية تحتوي على بعض الأحماض الأمينية الأساسية. تمام؟ في عندي في عندي استثناء. إيه في عندي استثناء. شو هو؟ بعض النباتات بتحتوي على أحماض أمينية كاملة أو عفواً أساسية مثل اليقطين، القنا، الصويا وغيره. آخر شيء حكينا عن نسبة البروتين بالبلازما قديش لازم يكون، حكينا عن الألبومين والجلوبين النسبة تبعهم لازم تكون R-G التوتال من 6.7 إلى 8.6 بيكون مقسوم لألبومين وجلوبولين. تمام؟ طيب الأول نسبته بين 3.5 و 5.5، الثاني لازم يكون مكمل له. يعني قديش بيكون هذا؟ بيكون الثاني المفروض نسبتهم لبعض من 1 لـ 5 أو من 2 لـ 5، هي النسبة تبعه. تمام؟ ممكن يصير زيادة واحد على حساب الثاني، إيه ممكن. هون بقى بصير عندي خلل بالبروتين وأنا بعمل هاي الاختبارات لحتى أعرف إنه أنا إذا في عندي خلل بالبروتين ممكن يدلني إنه كان عندي أمراض بالفترة السابقة، وجود أضداد معينة، بعض الحالات الصحية إذا بتتذكروا بحالات التهاب أو بحالات مهاجمة الجسم نفسه بأمراض المناعة الذاتية. هاي كلها البروتينات بتساعدني على إني أعرف إنه أنا عندي خلل على مستوى أعضاء الجسم أو على مستوى الكلية، على مستوى الكبد وإلى ما هنالك. تمام؟ حدا عنده سؤال عن البروتين؟ هاي النتائج هون إذا كان أعلى الأمراض اللي بدني إلها هون أقل الأمراض اللي بدني إلها. تمام؟ هيك كلها حكينا إن شاء الله عنها بشكل كامل. حدا عنده سؤال عن المحاضرات الثلاثة اللي عندناهم اليوم مع بعض؟ لا لا أنا ما أعرف. لا لا ممتاز. إن شاء الله الامتحان مثل ما حددنا ب4/6. أعطيكم هاي الأيام هلأ العشر أيام القادمة للتحضير للامتحان مشان نعمل امتحان إن شاء الله. تمام؟ الخمس محاضرات الداخلين معنا، أول محاضرتين تقريبا مقدمة، هذول ثلاث محاضرات من الأساسيات. تمام؟ بس دكتورة هاي آخر محاضرة عن البروتين ما بعتها بالجروب. بلا بعتها امبارح موجودة. بلا برجع بعتها ما في مشكلة. تمام؟ هل عنده سؤال عن الامتحان أي استفسار؟ دكتوري بما أنه أول مرة رح امتحن عندك فبدي أفهم كيف الموضوع، يعني كيف نظام الأسئلة رح تكون؟ رح يكون أونلاين مثل ما أونلاين مش حضور؟ لا لا مو حضور، أونلاين بيكون. ببعث لكم الرابط على يعني فورم جوجل بيكون وبتعبوا الفورم. تمام تمام خلص. إذا أونلاين أنا امتحنت أونلاين قبل بس فكرت لا. حضوري لا لا هذا نفس النموذج. تمام خلص تمام ممتاز. حدا عنده سؤال أو استفسار؟ كم سؤال راح يكون في الدكتور؟ راح يكونوا تقريبا 30، يعني 30؟ نعم على الأغلب من 20 لـ 30. تمام 30 مو سؤال، يعني يعني هنا سؤال أو سؤالين وتحت البند السؤال أو السؤالين، يعني كالعادة. تمام؟ مثل آخر امتحان عملناه تبع الأناتومي. بالضبط بالضبط 100%. تمام إن شاء الله من هون لوقت الامتحان بتكونوا ركزتوا أموركم وبعدها منظبط أمورنا إن شاء الله. تمام؟ هل عنده سؤال أو استفسار؟ لا. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك ويعطيكم العافية. شكرا كثير دكتورة. العفو. شكرا. العفو كل التوفيق.